حصريا على موقع مارادونا.com. في ليلة قام تليفونها رن، ردت قالت ايوه مين، وفجأة سكتت من الذهول، ده صوت حبيبها من سنين. سألها أهلا عاملة إيه، إزاي أخبارك تمام، قالت له شكرا عالسؤال، إزيك أنت وإيه الكلام. نحمده الحال بخير، أنا جاي أقولك كلمتين، وقصدي بيهم كل خير، أنا فرحي جاي كمان يومين. عشان فقربك تحضري وسايبك انتي تكرري، من الصدمة تايت في السكون وروحها اتهزمت نصين، نص في الحياة والتاني موت، والد نقول ده هيبقى فين. وعشان ده فرحك احضره، مبقاش في عندي اللي اخسره، مش مهم انا حاسة ايه، مش مهم انك بعيد، المهم ان الماحك في البدنة وفي كوشة وسعيد. والقلب عايش في انكسار، وبجد راحت مش هزار، والقلب عايش في انكسار. والد له ينفع احضنك، ده حضن واحد نفسي فيه، فلما قرب من بس سعيد ماتت بين ايديك. والد له ينفع احضنك، ده حضن من الفرحة ضحكة بتترسم، والضحكة مصحوبة بألم، في وش غرقان في الدموع، وقلبه ضمها وفي حضنه كلم قلبها، وقرب منها ومش مصدق، بصوت حزين بيقول لها كان نفسي أكلك بيت كبير، كان نفسي شوفها في الحضن الأخير، ما الواحد تملي شوفها في الحضن الأخير. حصريا على موقع مهرجانات.com.